ما حكم لبس البنطال؟ لبس البنطال للمرأة يتفق الجميع على حرمته إذا كان خارج المنزل. لا يجوز للمرأة أن تلبس بنطالا لا في ذهابها إلى السوق، ولا في ذهابها إلى مكان وظيفتها، ولا في خروجها في الشارع. وفي أصح الأقوال أيضا، حتى ولو كان على البنطال في حال خروجها عباءة تستره، فإنه يحرم عليها ذلك، لأن العباءة يهفها الهواء يمنة ويسرة، وهي من جملة الزينة الباطنة التي لا يجوز أن يراها أحد إلا الزوج. فإن قلت والمحارم، فأقول إن البنطال على المرأة من الزينة الباطنة وليس من الزينة الظاهرة، فلا يجوز أن يرى البنطال عليها أو لا يجوز أن يراها أحدا لابسة بنطالها إلا زوجها فقط. فإذا يجوز للمرأة في هذه الحالة، في حال خلوة زوجها بها وإغلاق الباب عليها هي وهو، أن تلبس له ما شاءت بنطالا أو غيره. وبعض أهل العلم جنح إلى تحريمه مطلقا، لأن العلة في تحريمه هي تشبه المرأة المسلمة بالكافرات، فإن لبس البنطال إنما هو من خصائص نساء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة، والمسلمة منهية عن التشبه بهن، فهي داخلة في حد التشبه سواء لبسته عند زوجها أو عند غير زوجها. فإذا بمقتضى هذا التعليل يحرم مطلقا. فإذا بما أن فيه خلاف، فالأولى للمرأة والأخرج لها عن العهدة والأبرأ لذمتها أن تترك لبسه مطلقا، لا عند زوجها ولا عند غيرها، ولا عند غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد تقرر عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، لكن إذا أبت وقالت لا بد أن ألبس، فنقول إذن تلبسينه في حدود دائرة نظر الزوج فقط، وأما غيره فلا يجوز، والله أعلم. ونحن نشكو إلى الله جل وعلا حال كثير من نساء المسلمين في هذا الزمان، فإن الخروج بثوب ساتر الآن صار من أوصاف النساء القرويات البلديات البعيدات عن التحضر والتمدن، وصارت التي تلبس بنطالها موصوفة بالتقدمية والحضارة، وهي في الحقيقة قذارة تلفت الناس لها. فإذا لا يجوز للمرأة مطلقا في قول عامة أهل العلم لبسه حال الخروج، والله أعلم. جوال الخير.